مساء الخير. مساء الخير. ايه ده؟ ده ده مكتبي؟ طبعا حضرتك مش غلطان في العنوان. انت اللي رتبتي كل ده بنفسك؟ وعملت اجنده فهرس لكل كتاب ولكل ملف نمره، علشان اول ما ندور عليهم نلاقيهم في ثانيه. وكمان ورد. تعرفي انا بقالي كام سنه بحلم ان مكتبي يترتب بالشكل ده؟ طبعا ما بتلاقيش وقت. ولا لقيت عمري سكرتير يرتب لي اي حاجه من غير ما اقول له عليها. انت هايله وليكي مكافاه. انا ما فكرتش في اي مكافاه. ويا ترى تقدري ترتبي لي اوراقي في البيت كمان؟ حاجه على ايه؟ ما انت السبب في التعب ده كله. ما انا بشتغل معاه بقالي سنين. ما عملتش كده ليه؟ معلش بس الاستاذ عصام يستاهل كل خير. هو صحيح في الاول كان بيعاملني معامله وحشه، لكن دلوقتي بيعاملني هايل. ناس تانية بتاع البوتيك والاشكال دي، خد اهو جه اهو. ايه ده كله؟ ايه ده كله يا سناء؟ ده انت خليت البيت حاجه تانية خالص. انا ما عملتش حاجه يا استاذ عصام، كفايه معامله حضرتك ليا. طيب كفايه كده دلوقتي. مامي وانكل بيجيبوا لي عرسان ما بيعجبونيش، وانا قلت لهم ايه؟ انتوا عايزين تخلصوا مني؟ بالعكس، انت ما دام ما بتشتغليش يبقى مستقبلك في الجواز. انا اصلي خايفه منه الحقيقه، وانا كمان. عشان كده ما اتجوزتش؟ مع ان ماما كل ما ازورها في البلد تسالني تقولي لقيت العروسه ولا لسه. انا بقى مستعده اخطب لك. انت تخطبي لي علشان ما تفكرش فيا؟ وليه لا؟ انا مش قدك، انت راجل مجرب وانا لسه خام. اسافر البلد ازور امي وارجع على خدمتها. انا من زمان قوي ما رحتش الارياف، من يوم مامي ما بعت لي عزم. مش قادر اقول لك اتفضلي معايا قبل ما تستاذني ماما وجوزك. لو كان اي حد غيرك كانوا مستحيل يوافقوا، لكن مامي وانكل بيحبوك قوي ومستريحين لك قوي قوي. يعني ممكن تستاذنيهم وتيجي معايا؟ احاول. انا اصلي نفسي اشوف مامتك. انا اللي نفسي ماما تشوفك. البلد نورت يا استاذ عصام. اهلا يا فرغلي. زيد من فضلك يا بيه. هاي يا جماعه ازيكم كلكم؟ دي بيناها عرشته. يا قمر قوي. الحمد لله على السلامه يا ابني. الله يسلمك يا ماما. اهلا يا طن. اهلا وسهلا يا بنتي. اتفضلوا. ميرسي. أمال مين الأمورة يا عصام؟ أنا علا يا طن. أهلا، أول مرة عصام يجي البلد ومعاه ضيفة غريبة. علا تبقى بنت مدام فضيل بيه الشريف، من كبار رجال الأعمال في مصر. ولما عرفت إن عصام جاي البلد، قلت لازم أجي أشوف مين أحلى، حضرتك ولا مامي؟ كده؟ مش كنت تقول لي يا عصام عشان كنت أتزوق لها؟ أصل يا ماما، علا تحب تهزر. انما لما تعرفيها ان شاء الله هتنبسط منها قوي. على العموم اهلا وسهلا، البيت بيت عصام. مش قلتلك مش هتسبقني؟ خليني حصلك. لا بعد، انا اللي دوستلك فرامل. ايه رايك في المنظر هنا؟ يجنن يا عصام، الجو كمان مش معقول. وانا صغير كنت بحاول ابقى شاعر، كنت باجي اقعد هنا واقول كلام. كنت بتقول ايه؟ كلام كتير قوي بس مش من القلب.
سوي دلوقتي. من كتر الكلام اللي انا عاوز اقوله مش عارف اقول حاجة. عصام عايز اسالك سؤال. عن ايه؟ عن الحب. اصلي ما جربتوش ولا خالص. ما كانش عندي وقت، الدراسه والشغل والحياه اللي انا عايشها. طب ودلوقتي؟ وانتي حاسه بيه دلوقتي؟ مستنياك لما انت تقول الاول. اتجوز يا علا. يا ريت يا صاحبي. ما تاكل يا عصام، ده انت باين عليك ما بتاكلش في مصر. ده انت اللي ما بتاكليش يا حاج. مالك يا ست الكل؟ لا ابدا، بس اصل ماليش نفس. اعزم انت على ضيفتك. يا خبر يا عصام، ده كتير قوي كفايه. ليه يا حبيبتي؟ اكلنا مش عاجبك؟ طب ده انا اللي عاملاه بايدي. تسلم ايديك يا طعم، بس احنا عندنا ما بناكلش غير السوتيه والباني. احسن برضو. على كده بقى بتعرفي تطبخي؟ واطبخ ليه؟ لما انا اطبخ الخدامين يعملوا ايه؟ يا ست الكل. يا خبر يا عصام، انا متاسفه قوي. انا متاسف جدا يا امي، هي حقيقه غلطت. انا هجيبها حالا عشان تعتذر لحضرتك. انا مش عايزاها تعتذر لي، انا عايز اسالك سؤال بس. انت صحيح ناوي تتجوز البنت دي؟ يا ماما هي فعلا غلطت، بس دي بنت كويسه قوي وبنت ناس طيبين. لو كانت بنت ناس طيبين صحيح ما كانتش عملت اللي انا شفته ده. يا ماما ما تفهمنيش غلط، احنا كنا عصام ما تكذبش عليا، ده انا امك. انا حاسه ان البنت دي مش من طبنا، لكن هقول ايه، انت ما بقتش صغير وانت حر اعمل اللي انت عايزه. يا سلام عليك، بس لما تزعلي يا حاجه اهدي اهدي امي بس وافهميني. طيب عصام، ممكن تأجل الموضوع ده شوية عشان خاطري؟ أأجله يا أمي، تحت أمرك. بس أأجله لحد إمتى يعني؟ لحد ما أجيلك مصر وأنا طالعة الحج بإذن الله عشان أشوفها تاني وأشوف أهلها. تحت أمرك يا حاج. ألو، مكتب الأستاذ عصام أنجيل المحامي. لا يا فندم، لكن زمانه جاي. لا يا فندم، معرفش هو فين. انا سكرتيرة في المكتب، اسمي سناء. اقول له مين حضرتك؟ حاضر. عصام موجود؟ عصام كده حاف مدير استاذ، ما سابش خبر هو فين. وانتي بقى بتشتغلي ايه؟ وانتي اسمك ايه بقى يا سكرتيرة؟ وطلعت مين في الاخر؟ الملكة رازلي؟ واحدة اسمها علا. علا؟ علا علا. علا علا، عرفتها. ده كان لها تحقيق وحضر الاستاذ مجاملة ببلاش. اما اشوف بقى ما هيوصل المكتب هيتصل بيا ولا لا. لكن انتي بتحققي مع السكرتيرة كده ليه؟ اوعي تكوني بتغيري منها. اصل مامي طيب قوي وبيخاف عليا قوي قوي. يبقى تروحي تشوفيها بنفسك وتوريله انك بتغيري عليه خالص. الرجاله تحب كده موت. ايه
مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. ايه الاخبار؟ الحمد لله. امال فين صادق؟ اهو انا يا استاذ. اخبار الشغل ايه؟ انا شايف سنه اتقدمت كتير قوي. بقت هايله واخر احترام. تلمسني يا استاذ. برافو. انا احب اسمع دايما عنك الكلام الحلو ده. حد سال عليا؟ ايوه واحده اسمها علا. طب لو سمحت حويلي الخط عربي. تطلع حلوة. أهلا وسهلا أفندم. أنت السكرتيرة اللي بتردي عليا في التليفون؟ أيوة يا فندم. يعني مش بطالة حلوة ده؟ بس من زوجك يا فندم. متجوزة مخطوبة؟ لا لسه ما حصليش نصيب. تشتغلي هنا من زمان؟ لا جديدة. سكرتيرة بس فندم. مش مهم اسمك ايه. سناء جابر محروس. محروس من العين يا عينيا. والله اللي تشوفي حضرتك. انا كنت فاكراكي سكرتيرة من الجامعة الامريكية. لا بقى انا من حارة الافندي في المغربلين. انت عايزة ايه بالظبط؟ عايزة عصام اللي مشغالك صاحب المكتب. من فضلك دقيقة واحدة. ايه هتاخديلي اذن؟ هو مستنيني. قلت لحضرتك استني لما استاذ الاستاذ عصام. اوعي كده يا بنت انت. من فضلك مش هتخش. قلت لك اخش يعني اخش. بلاش تحرجيني مع الاستاذ. اوعي كده من وشي. مش معقول يا فندم. ايه ده في ايه؟ مش تبقى فاهم سكرتيرتك انا بقى مين؟ حضرتها بتمنعني انا على الباب؟ انا قلت لها دقيقه واحده لما استاذن حضرتك. لكن طريقه كلامك ما كانتش مؤدبه. لا بقى انا اللي استعملت كتير وحضرتك. ارجوك اتفضلي دلوقتي على مكتبك. حاضر. كده ببساطه؟ من غير ما تقدمها؟ الموضوع مش كده يا علا. وبعدين هي مش غلطانة. وكمان بتقول مش غلطانة؟ لا بقى دي ما تبقاش سكرتيرة وبس. انت بتقولي ايه؟ انا هيتقال الكلام ده؟ دي تاني مرة تقولها. احنا لو ما كناش في المكتب كان ليه؟ ولا في المكتب ولا غير المكتب. انت رضيت الكلام ده يا استاذ؟ كفاية كده يا صادق. خد سناء واستنوني بره. لا خليها معاك يا عصام. انا اللي ماشي. ولما تبقى تعرف امتى تبقى تكلمني في البيت. اسف يا سناء. ما تزعليش حقك عليا. انا مستعده اسيب المكتب اذا كنت اتسببت في اي مشكله. لا 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 بالعكس ده شغلك وده مكتبك وهي اللي لازم تعتذر لك. يحيى العدل اهو انت دلوقتي كبرت عليا يا استاذ 100,000 مره. اذا الانسه علا جت هنا تاني ما تخشليش جوه الا باذنك. واذا اتكلمت في التليفون انا دايما مش موجود. انا متشكره قوي على ذوقك وتعبك لحد هنا. ده انا المتشكر قوي علشان جبتيني عشان اعرف مكان صادق فين لما يزوغ مني الاقيه. الحته نورت بهدومك يا استاذ. اتفضل معانا. لا يا ريت تعفيني واستاذن انا. لا يا لازم تشرب حاجه مركزي يضيع في وسط الجيح. طب خلاص اشرب حاجه ساعه. يا ريت حضرتك تشرفنا فوق. جيت اكتر خيرك. على الاقل تتعرف على خالك. طيب يا ستي علشان خاطر. وسع يا ولع. ولع وسع وسعوا. ولع البوتاجاز يا ولع. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. اتفضل. نور السلم معايا. اتفضل.
تسلم ايديك. صادق تسلم ايديك. لو ما كانتش المدام بايتة عند الفاميليا كنت ذبحت لكم البطة العورة. انا الحقيقة الليلة دي كنت ناوي على سهرة، بس ما كنتش متصور ابدا انها تطلع بالشكل ده. حضرتك تحمد ربنا ان شفيق هيغني لك مش هيحلق لك. سمع هوز الحندليل هيغني، واللي مش هيسمع مش جدع. انا مش جدع. لطيفة يا استاذ. الخطوة دي مش محسوبة مش محسوبة، لازم تتكرر 100 نوبة مليون نوبة. خطوة عزيزة خطوة عزيزة خطوة ازيك يا سناء؟ الحمد لله. ازيك انت يا استاذ؟ المهم طمنا. الحمد لله بسيطه. الحمد لله. ها يا صادق، قلت الاستاذ رافع هيحضر عني القضايا؟ طبعا يا فندم، ده انا صاحي وجاهز، وحبعت للعزبه اجيب الست هانم الكبيره عشان ما تتخضش. مفيش داعي تزعجها، انا موجوده ومش هسيبه ابدا. متشكر قوي، بس اتعبي نفسك معايا. يا خبر يا استاذ، كنت هتغرقني يا رشيد. ده انا اللي غرقان. ده ابو محبني خلصاني. طيب واحدة بقى على المشي. لا يا رشيد بعدين. كله تمام يا بيه، اتفضل. تجربي؟ لا انا هشرب كاس. عباس ده اجدع رجالتي، انا مسكنه في العزبه بتاعتي اللي ورا الفيلا هنا. دي العزبه اللي وعدتيني تكتبها باسمي؟ هكتبها يا روحي، بس بعد الجواز. بعد الجواز ما يتفتلش كحك يا حبيبي. فول دام فول اس اكسب انا وفلس انا وسلف انا. مش بسدد. اتاخرت ليه يا علا؟ كل ده عند رشيد. مش مهم يا مامي، المهم عصام اتصل بيا ولا لا؟ ابدا. الظاهر ان انا زودتها معاه شويه. اوعي تسالي عليه لا يتغر. طب افرجي بقى ما اتصلش.
خلاص بنقص عندك رشيد. العشاء بس لازم يتاكل كله. وانت اللي جايباه بنفسك؟ اتفضل بالهنا والشفا. متشكر قوي. تعبت انت النهارده، مش هتروحي بقى عشان تستريحي؟ لا، ما انا عملت صحوبيه مع الممرضات وهيبيتوني لولادي في الاستراحه بتاعتهم. مالوش لزوم، انا هنام بعد العشاء على طول. مش يمكن تقلق بالليل؟ عن اذنك دلوقتي هكلم الحاره وابلغ المسؤولين. خالك انت؟ اهلا. لا نبلغه. لا فهمت. مسيك بالخير ابو عزيزه، لكن سناء مين؟ سلام بنت اختي، ما تكدبش. احمد وزيد احمد الفيومي، قطع دراعي ما كانوا بيلعبوا دلوقتي الكومي. كومي، لما ترد عليها صوتها وتكلم. هو فين صوتك ده عشان يرد عليك؟ انت مسطول يا صاد يا افندي؟ يا على طير رقبتك بالطبق عشان يتهموني اني حلقت لك. الله، وانا مالي؟ شفيق كلمتني بالتليفون عشان ابلغك يا سناء افندي. غمض عينيك. نعيما يا استاذ، شوف كده. انت هايله هايله. سبع صنايع والبخت ضايع، لو كان خالي اللي حلق لك كان فيها جراحه وغرز. حسام حبيبي، ما تتخضيش يا ماما، انا كويس، ده انا زي البومبا اهو. الحمد لله. والدكاتره قالوا ايه؟ كل خير يا هاني. سناء، اهلا وسهلا يا بنتي، ده صادق شكر لي فيكي قوي. اهلا بيكي يا هاني، متشكره قوي. ربنا يحميكي ويكرمك يا بنتي. معاد الدواء. تصوري يا هاني ما بيرضاش ياخد الدواء من صغره وهو كده. اديني الدواء اللي هو يا خبر. انا متاسفه يا بنتي. فداك يا هان. لا يا لا يمكن، لازم دلوقتي حالا يجي لك فستان جديد. مفيش داعي يا هان، دول هما في امين ومروه وصابون. خلاص يا سناء، الحاجه اصدرت الفرمان، حالا صادق يجي وياخدك بالعربيه يشتري لك فستان. يا بيضه ورجعلنا بالموضه. انا مش كلمتك امبارح في التليفون وقلت لك ان انا في المستشفى؟ ايوه ما حصلش. يبقى لازم الفستان ده بقى تبع العمليات. انا مش هرد عليكي وهفهم خالي. خالك مين يا ضنايا؟ ده خالي الجيب، ده اخو الخال. اتلم بقى حمدالله، احسن عليا اليمين. يمين؟ يمين ولا شمال يا حبيبي؟ فوق يا روحي، ده الشقة والمؤخر والمقدم والعدة كله من حقي، ولا ايه؟ ده القانون مع الولاية يا حبي. كده برضه يا سناء، يعني كان لازم تنرفزيها على الصبح. أنا برضه اللي نرفزتها يا خالي، ده بدل ما تدافع عني وتحميني. طب أنا راجعة مطرح ما جيت. بالسلامة يا بناي، حلاوتك في الإنعاش.